شايفين صباح الخير يا مصر في كل مكان. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. لما بنقول ان مصر بتخطو خطوات واثقه وثابته وواسعه تجاه الجمهوريه الجديده، ده مش كلام مرسل، بس ازاي مصر تقدر تقوم بده؟ احنا النهارده مع حضراتكم من مدينه المنصوره الجديده. هذه المدينه هي واحد من اهم المشاريع الموجوده، واحده من اهم المدن الذكيه ومدن الجيل الرابع. كمان في مشروع مهم جدا وهو محطه تحليه مياه البحر الموجوده في مدينه المنصوره الجديده. الحقيقه مشروع كبير جدا وهيخدم عدد كبير جدا من المواطنين. خلينا نعرف تفاصيل اكثر من المهندس حسام ندى، رئيس محطه تحليه مياه البحر في مدينه المنصوره الجديده. صباح الخير على حضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. خليني ابدا مع حضرتك في البدايه، يمكن احنا مش متعودين قوي على مصطلح محطات تحليه المياه، فخليني اعرف من حضراتكم، اعرف الساده المشاهدين كمان، محطات تحليه المياه دي يعني ايه؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ احنا للاسف تاخرنا شويه في ان احنا نبتدي نسمع عن هذه المحطات هنا في مصر. والله يا فندم، هو في اطار الدوله للحصول على تعدد مصادر المياه الصالحه للشرب ابتدينا نتجه، ولازم كان ننظر ان احنا نحلي مياه بحر. طبعا مصر عندها كميه شواطئ باطوال كبيره، كان المفروض ان احنا نستغل الاطوال دي من زمان. تحليه مياه البحر موجوده منتشره عالميا، من اوائل الدول اللي عالميا شغاله في موضوع تحليه مياه البحر هي اسبانيا. عندنا في المنطقه في الشرق الاوسط السعوديه تعتبر من اكبر الدول اللي فيها اكبر محطات انتاج مياه محلاه. احنا هنا في مصر ده الدوله من ساعه ما اتجهت للمشاريع دي اتعمل ثلاث محطات بالساعات الكبيره دي، وهنا دي رابع محطه على مستوى الجمهوريه. دي بتتعمل في مدينه المنصوره الجديده، لان مدينه المنصوره الجديده لسه مدينه جديده تحت الانشاء، احنا شغالين فيها بشكل كويس، وفي نفس الوقت الاعمال البحريه قربت على الانتهاء ان شاء الله. طيب احنا متوقعين ان شاء الله المرحله الاولى تبتدي، يعني تبتدي بقى الناس تحس فعلا ان شاء الله مردود هذا المشروع ان شاء الله. التشغيل التجريبي 30/8 ان شاء الله، نبتدي في التشغيل التجريبي من اول 30/8 باذن الله. 30/8 ده 30/8 يعني ده شهرين ان شاء الله، وباذن الله ننتهي من نبقى فول كاباسيتي، الانتاج يبقى بالكامل القدره ان شاء الله على 30/11 باذن الله، نحن ربنا يعني. طيب لو مدينه المنصوره الجديده زي ما حضرتك قلت فول كاباسيتي، وطبعا ده متوقع ليها لانه وجود جامعات ومستشفيات ومدارس، يعني في خدمات كتير قوي موجوده فيها، هل محطه تحليه مياه مدينه المنصوره الجديده كافيه انها تقدر تساعد او تمد الناس الموجوده في المواطنين الموجودين في مدينه المنصوره الجديده، ولا ممكن نحتاج محطات معاونه ليها ثانيه؟ لا 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 لا، محطه تحليه مياه البحر في المنصوره الجديده ال 160,000 متر مكعب هتكون كافيه جدا للمدينه، خاصه ان المدينه متخططه على انها 700,000 مواطن، ف 700,000 مواطن 160,000 متر مكعب هيبقى كافي جدا ان شاء الله. طيب كورونا الى حد ما عطلت الدنيا شويه، ازاي اثرت كورونا على الشغل هنا؟ هل كان لسه بداتوا اصلا ولا كان لسه يعني كورونا اثرت على العمل في لا احنا للاسف الوباء بتاع الكورونا جانا اثر علينا اكتر حاجه فيها ان اغلبيه المعدات بتاعتنا مستورده، فاغلبيتها بتصنع في المانيا واسبانيا اللي هم البلدين اللي كانوا السيزون اللي فات في كورونا كانوا تعرضوا لاكتر اغلاق يعني، فده اللي عطل شويه في مرحله التصنيع بتاع المعدات وشحنها. اي مشروع عشان نحقق الاستدامة لازم يكون في صيانة دورية، خاصة لو حاجة متعلقة بالشرب، لو هنتكلم يعني بشكل محدد فكرة الصيانة الدورية لهذه المحطة هيكون شكلها ايه؟ ولو هنتكلم تحديدا عن فكرة التأكد من عدم رجوع الملح مرة تانية في المعدات، لو انا يعني انا طبعا ممكن يكون مصطلح مش علمي قوي بس بحاول يعني اسأل حضرتك على حد ما انا فهمت. لا يا فندم، المحطة هنا أساسا احنا واخدينها يعني تشغيل، كمان تشغيل وإدارة لمدة سنة من بعد ما نخلص المحطة، وفي نفس الوقت هنكون في الفترة دي بندرب الأطقم بتاعة هيئة المجتمعات العمرانية اللي هتبتدي تشغيل المحطة بعد مننا إن شاء الله. فدي نقطة ما تخافوش منها قوي، لأن عندنا كوادر الحمد لله قادرة وكفاءة إنها تشغل المعدات دي بكفاءة 100% إن شاء الله. طبعا يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، ويعني زي ما قلت مشروع مهم جدا واتجاه كان لازم نبتدي نشتغل فيه، والحقيقه دخلنا فيه بقوه زي ما حضرتك قلت، وفكره ان احنا كمان دلوقتي كل القائمين على هذا المشروع كلها ايادي مصريه 100% ولم نستعن باي خبرات كمان اجنبيه، فده شيء هايل حقيقه. شكرا جزيلا يا فندم، ميرسي جدا. شكرا جزيلا. طبعا المهندس حسام ندى رئيس محطه تحليه مياه مدينه المنصوره الجديده، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا.